أهلا بكم من جديد. ملف إيران النووي إلى الواجهة مجددا، واجهة الأحداث الدولية. تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار إلى بعد عسكري لبرنامج إيران النووي للمرة الأولى بهذا الحجم، وكان من شأن ذلك إثارة سلسلة مواقف وردود أفعال دولية. في إسرائيل استعر الجدل حول إمكان توجيه ضربة عسكرية لإيران، وكذلك الحال عندما تحدثت قوى غربية عما هو أبعد من العقوبات في إشارة إلى لجوء محتمل للخيار العسكري. وفيما رفضت الصين وروسيا فرض عقوبات جديدة على إيران وحذرت من عواقب اللجوء إلى ضربة عسكرية، شددت طهران على عدم التراجع عن برنامجها، لكنها أبدت استعدادها لخوض محادثات جديدة مع الغرب. الملف النووي الإيراني يبرز على الساحة الدولية من جديد، وهذه المرة من بوابة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. التقرير أشار إلى معلومات وأصفها بالواضحة على أن إيران قامت بأنشطة تتعلق بتطوير سلاح نووي حتى العام الماضي، وأنها ربما ما زالت تواصل أبحاثا سرية، وهو ما أثار سلسلة ردود فعل دولية متباينة. فدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن حكومات الاتحاد قد تفرض مجموعة عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع المقبلة، فيما دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الوكالة وبحث إمكانية فرض عقوبات على نطاق غير مسبوق على إيران إذا ما فشلت في معالجة المخاوف المتنامية حول أنشطتها النووية. باتريس باولي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية قال إن بلاده تعمل على أكثر من خط لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي. أما روسيا والصين فقد رفضتا فرض عقوبات دولية على إيران واعتبرتا أنها لن تحل الأزمة. رد طهران على التقرير الدولي جاء بالنفي، ورفضت ما ورد فيه واعتبرته غير متوازن ونابعا من دوافع سياسية. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نيجاد قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مصداقيتها من أجل مزاعم وصفها بالسخيفة للولايات المتحدة. وأضاف أحمدي نيجاد أن إيران ليست بحاجة لأي قنابل ذرية ولن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن طهران ما زالت مستعدة لإجراء مفاوضات مع القوى العالمية المعنية ببرنامجها النووي. حسين الطود، العربية. من باريس ينضم إلي السيد ساوي شوفيستا رئيس المعهد الدولي للدراسات الأفستائية. أتمنى أن أكون ألفظ كل الكلمات الفارسية بشكل صحيح. أستاذ أوفيستا، أهلا بك في نهاية الأسبوع. الملف النووي الإيراني الآن حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعلا هو يحضر للتقنية العسكرية. مصادر مستقلة ومصادر مختلفة حتى لا تتهم الوكالة بأنها يعني الموضوع الاتهام بالعمل العسكري يشبه أسلحة دمار شامل العراقية. إلى أي مدى كل هذا الآن أنت برأيك له وقع مختلف، وبالتالي نستعد لشيء مختلف قادم؟ اهلا ومرحبا بكم الانسه نجوى قاسم. لقد تعرفون بان كل شيء بالعالم ضد الحرب، ولكن لا يجب ان ننسى بان اصحاب السلطه والثروه ووجود مشكل ازمه اقتصاديه العالميه وانتخابات في بعض البلاد مثل اسرائيل وايران تحتاج هذه الحرب. فلذلك أقول لكم بأن الشعب الإيراني أول شيء، الشعب الإيراني بيكون معاند أو موافق مع النظام الإيراني ضد الحرب. ولكن وحتى أنا أريد أن أقول لكم موساد ومركز الاستخبارات الأمريكية، نعم، السيد ديفيد بيتراوس، هما ضد الحرب. ولكن كما تعرفون بأن الانتخابات القادمة في إيران وفي إسرائيل والسيد بنيامين نتنياهو بحاجة الأزمة لكي يقدر يركز أفكار الشعب الإسرائيلي وفي إيران أحمدي نجاد، لأن عندهم مشاكل عديدة مع السلطة، هما يريدون الحرب. ولكن أنا أريد أن أقول لكم، نعم، الآنسة نجوى قاسم، نعم، قاسم سليماني قائد الجيش القدس، نعم،
والأمريكيون والإسرائيل يعرفونهم جيدا. طيب. لماذا؟ لأنهم شاركوا في حرب الأفغانستان والإيران والعراق عفوا. نعم. وفي لبنان مع جيش القدس، لأن الأمريكيون السيد ديفيد بيتراوس حاليا رئيس المركز للاستخبارات. نعم. الأمريكية سابقا كان قائد حفل الأطلسية في العراق، شاركوا وشعلوا مع القاسم سليماني. نعم. يعرفون ما هي القنبلة القدس، قنبلة الجيش القدس. فلذلك أنا لا أظن بأن كبار العالم يريدون الحرب، كما قال الفرنسي سيد الرئيس نيكولا ساركوزي، وكما قال الرئيس أوباما، هذا الأمر لا يريد الحرب. ولكن هذه المشكلة، مشكلة الانتخابات الداخلية في إيران وفي إسرائيل، وأنا لا أظن هذا المرة أي ضربة عسكرية ضد إيران. لماذا؟ لأن إذا إسرائيل أراد أن يضرب إيران كان يضرب قبل أن يقوم. قالوا هذا ونشروا في صحفهم لتستفيدوا من أجل الانتخابات. أستاذ أوستاس، اسمح لي، يعني حضرتك أعطيت كمية كبيرة من المعطيات، ولكن أنا أود أن أفهم منك، هل حضرتك مقتنع بأن الغرب لا يريد الحرب، أم ما قلته وتفضلت به حول الأسباب الانتخابية وأسباب الأزمات الداخلية حكما سيؤدي إلى ضربة عسكرية خاصة من إسرائيل لإيران قريبا؟ هذا هو الآن سنجمع قاسم. إذا تسمين، أنا أريد أن أقول لك شيئا بأن طبعا منذ زمان قرروا بأن يأخذوا المنطقة الشرق الأوسط والنفط في هذا المنطقة. نعم. كما نرى في ما سيجري في العراق وفي ليبيا وفي بلاد أخرى. لكن حرب، أنا أقول لكم، حرب ضد إيران مستحيل. يعني لا، إذا لم نستعمل كلمة حرب، هناك كلام عن ضربة عسكرية، يعني في تصنيف لنوعيات العمليات العسكرية قد لا ترقى إلى مستوى الحرب، ولكن هل أنت قريب من تصديق ضربة عسكرية تجهزها إسرائيل؟ هناك وفود أمريكية، لأن هناك وفد قادم أمريكي أمني إلى إسرائيل من أجل هذا الموضوع تحديدا. الآن نجفى قاسم، أنا قلت لك بأن بداية أي ضربة ضد إيران بداية الحرب الدولي. لو أنا حكيته عن جيش القدس موجودة في كل العالم. جيش القدس قاتل الإسرائيليين في لبنان، حرب لبنان كان جيش القدس في العراق، حاليا جيش القدس في أفغانستان، في بلاد جيش. ضرب الإيران أي ضربة صغيرة جدا بداية الحرب العالمية وبداية مداخلات الجيش القدس في كل العالم. أنا معارض للنظام الإيراني، كل العالم يعرف هذا، ولكن لا يجب أن ننسى ماذا يدور في العالم. أنا قلت لكم بأن موساد ومركز الاستخبارات الأمريكية لأنهم يعرفون جيدا جنرال قاسم سليماني ويعرفون جيدا جيش القدس، هما لا يريدون هذه الحرب أي ضربة ضد الإيران. طيب. عملية انتحارية. طيب. الآن نجوى قاسم. نعم. إيران عنده قنبلتين، قنبلة النووية. نعم. وقنبلة القدس، فهذا خطير جدا. نتحدث عن فيلق القدس، يعني هو معروف بالعربية بفيلق القدس. طيب الآن إذا ما كان هناك تحرك دولي ما يجب أن يحصل بعد هذا التقرير للوكالة الدولية، هل سيكتفي الغرب والعالم برأيك بعملية العقوبات يعني الجديدة ضد إيران؟ وهل يمكن أن تمر، يعني عندنا مشكلتين، إنه العقوبات يبدو بأنها لم توقف البرنامج النووي الإيراني، ومشكلة الصين وروسيا يعني أيضا اللي يبدو بأنها متشددة في الورقة الإيرانية. إذا ما هي الأوراق مع الغرب إذا ما استثنينا الضربة العسكرية وإذا ما اعتبرنا أن العقوبات الاقتصادية لم تجدي نفعا؟ طبعا الآن سنجوى قاسم، العقوبات ضد إيران ستطابق
ستطابع أكثر من قبل، هذا لا شك فيه. ولكن يجب أن أقول لكم العقوبات ضد الإيران، من يخسر؟ الشعب الإيراني، مش النظام الإيراني. يعني إذا أردنا أن نروح ونناظر النظام الإيراني، يجب نشتغل حول البترول الإيراني. لكن أي ضغط في الاقتصاد الإيراني، الشعب الإيراني سيخسر. طيب أنت تعتبر بأنه أي نوع من أنواع العمليات العسكرية سيؤدي إلى حرب عالمية، هذا هو ما تفضلت؟ لا شك فيه. طيب. لا شك فيه، ولو... أنا أعرف جيدا قاسم سليماني، أنا منذ كان عمري 20 سنة أعرفه، لكن صار سنين، 3 سنين ما بعرف أين هو وماذا يعمل. هو أقوى شخص نظامي في الإيران، يعني بعد السيد علي خامنئي هو قاسم سليماني، وهذا خطر كبير جدا. قضية القدس، الانتحاريون تبعهم بشكل سريع جدا سيد كريم، هل هذا أيضا ينطبق حتى لو أتت ضربة عسكرية قصيرة سريعة مبضعية موجعة جدا؟ ضربة صغيرة جدا ضد الإيران، مداخلة أنا أقول لكم جيش القدس في أنحاء العالم، خطير جدا. وموساد والاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الأوروبية يعرفون هذا، لأن من بوسني حتى العراق وأفغانستان ولبنان الأمريكيون يعرفون هذا الاسم، حاربوا القدس ويعرفون القدس، يعرفون هذا الفيلق ويعرفون قدراته، هذا ما تقصده. شكرا جزيلا لك سيد سوي. مش يعني حرس الثورة، مش حرس الثورة، فيلق القدس يعني. جيش أكبر من هذا. نعم. بدي أشكرك، شكرا جزيلا سيد ساوش أوفيستا، رئيس المعهد الدولي للدراسات الأفستائية.